بسم الله الرحمن الرحيم، الإخوة والأخوات، نقدم لكم آخر المستجدات المتعلقة بالجائحة العالمية الناتجة عن فيروس السارس كوف 2 في بلادنا. عفوا، فخلال 24 ساعة الأخيرة سجلت على الصعيد الوطني 1472 حالة جديدة مؤكدة، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة في بلادنا إلى حدود هذا الوقت إلى 42489 حالة مؤكدة، أي بمعدل إصابة تراكمي بلغ اليوم 117 لكل 100,000 نسمة، على أنه خلال 24 ساعة الأخيرة أصيب من كل 100,000 مواطن مغربي 4 أشخاص بالتعفن بهذا الفيروس. وتفصيلا، فإن 1472 حالة المسجلة في 24 ساعة الأخيرة سجلت حسب جهات وأقاليم وعمالات المملكة كما يلي: جهة مراكش أسفي 303 ديال الحالات، من بينها 209 في مراكش، 40 في الرحامنة، 28 بالحوز، 12 بأسفي، 9 حالات بشيشاوة، 3 باليوسفية، وحالتان بقلعة الصراغنة. في المركز الثاني جهة فاس مكناس 225 حالة، من بينها 63 حالة بمدينة فاس، 39 بمكناس، 34 بتازا، 32 بصفرو، 24 ببولمان، 18 بتونات، 7 بإفران، 6 بمولا يعقوب، وحالتان بالحاجب. في المركز الثالث جهة بني ملال خنيفرة 224 حالة في 24 ساعة، من بينها 150 حالة ببني ملال، 31 حالة بالفقيه بن صالح، 27 بخنيفرة، 14 بخريبكة، وحالتان بأزيلة. جهة الدار البيضاء سطات 221 حالة، من بينها 192 حالة بالدار البيضاء الكبرى، 11 بالمحمدية، 7 بالنواصر، 5 بكل من مديونة والجديدة، وحالة واحدة ببرشيد. بعد ذلك تأتي جهة الرباط سلا القنيطرة 150 حالة في 24 ساعة الأخيرة، من بينها 55 حالة بسلا، 39 بصخيرات تمارة، 27 بالقنيطرة، 16 بالرباط، 7 بسيدي قاسم، و6 بالخميسات. جهة طنجة تطوان الحسيمة 145 حالة، من بينها 74 حالة بطنجة، 22 حالة بالحسيمة، 20 حالة بالعرائش، 14 حالة بتطوان، 12 بالمضيق الفنيدق، 2 بالفحص أنجرة، وحالة واحدة بوزان. جهة درعا تافيلالت 112 حالة، من بينها 75 حالة بالرشيدية، 25 حالة بورزازات، 10 حالات بزاكورة، وحالة واحدة بكل من تنغير وميدلت. جهة الشرق 31 حالة،
من بينها 21 حالة بقرسيف، 4 حالات بفيقيق، 3 ديال الحالات بوجدة أنقاد، حالتان بتوريرت، وحالة ببركان. جهة سوس مسة 28 حالة، 16 بأكادير الدوتنان، حالتان بتزنيت، عفوا 6 حالات بتزنيت، حالتان بطاطا وإنزكان أي تملول، وحالة بشتوكة أي تباها، وحالة كذلك بتارودانت. جهة الدخلة واد الذهب 22 حالة، 20 حالة بالدخلة، وحالتان بأوسرد. جهة قلميم ودنون 8 حالات، 6 حالات بطنطان، حالة بالسزاق، وحالة بسيدي إفني. جهة العيون الساقية الحمراء 3 حالات كلها بالعيون. إذن هذا هو التوزيع الجغرافي ديال 1472 حالة ديال هاد 24 ساعة الأخيرة، اللي خلاو أن معدل الإصابة كان هو 4 لكل 100 ألف نسمة. هذا المعدل الوطني، ولكن حسب الأقاليم المعدل كان جد مختلف، بحيث إنه في 24 ساعة الأخيرة بلغ معدل الإصابة أقصى قيمة له في مدينتي أو إقليم بني ملال، 25 حالة لكل 100 ألف نسمة. بعد ذلك إقليم الرشيدية 17 حالة لكل 100 ألف نسمة في 24 ساعة. بعد ذلك مراكش، مدينة مراكش 14 حالة لكل 100 ألف نسمة في 24 ساعة. ثم الرحامنة 12 حالة لكل 100 ألف نسمة. وبعد ذلك صفرو 11 حالة لكل 100 ألف نسمة. هذوما هما الأقاليم اللي سجلوا واحد النسبة ديال الإصابة اللي هي أكثر من 10 في كل 100 ألف نسمة، لأنه دائما التحليل يكون حسب العدد المسجل، ولكن كذلك حسب السكن. فيما يتعلق بالحالات المستثنات، بلغت في 24 ساعة الأخيرة 20907 ديال الحالات بعد إخضاعها للتحاليل المخبرية اللازمة، ليصبح إجمالي الحالات المستبعدة في بلادنا إلى حدود هذا الوقت 1,563,124. للأسف الشديد تستمر وتيرة الوفيات في كونها مرتفعة، وسجلت للأسف الشديد في 24 ساعة الأخيرة 26 حالة وفاة جديدة بسبب هذا الفيروس، رحمهم الله جميعا. 70% من حالات الوفيات اللي تسجلوا في هذه 24 ساعة الأخيرة، يعني 18 حالة وفاة، تسجلوا بثلاثة ديال المدن اللي هي الدار البيضاء الكبرى، مراكش وطنجة. كاينين كذلك 2 حالات الوفيات تسجلوا في فاس، وجوج في ورزازات، وكانت حالة وفاة في صفرو، مكناس، تمارة، وخنيفرة. مجموع حالات الوفيات 26. هذه أيام ونحن دائما متخطين لعتبة 20 حالة وفاة في اليوم، رحم الله الجميع. ولله الحمد والشكر، تعافى من المرض تعافيا تاما 778 مريضا، ليصبح إجمالي المتعافين في بلادنا إلى حدود هذا الوقت 29,344، ومعدل التعافي هو 69%. طبعا معدل التعافي ينخفض قليلا في هذه الأيام، نظرا لأن حالات الجديدة أكثر من حالات التعافي. ومنه فإن الحالات النشطة التي ما زالت تتلقى العلاج بمختلف جهات المملكة يبلغ عددها 12,487.
أي بمعدل 34 لكل 100,000 نسمة، وهذا رقم قياسي سجلناه هذا اليوم، وأنه في كل 100,000 مواطن مغربي كاينين 34 اللي كيتعالجوا دابا من هذا الفيروس. نختم بالحالات الخطيرة أو الحرجة، والتي بلغ عددها قبيل قليل 161 حالة موجودة بأقسام العناية المركزة والإنعاش بمختلف جهات المملكة. من بين 161 حالة الخطيرة أو الحرجة يوجد 65 حالة تحت التنفس الاصطناعي، ومن بين هذه 65 حالة الموجودين تحت التنفس الاصطناعي كاينين 37 اللي هما موجودين تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي. الحالة الخطيرة أو الحرجة 161 توجد حسب جهات المملكة كما يلي: جهة الدار البيضاء 47، جهة طنجة تطوان الحسيمة 37، جهة مراكش أسفي 30، جهة فاس مكناس 18، جهة درعة تافيلالت 10 حالات خطيرة أو حرجة، جهة الرباط سلا القنيطرة 9 حالات خطيرة أو حرجة، جهة سوس مسا 5 حالات، 4 حالات بجهة الشرق، وحالة تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي بجهة الداخلة واد الذهب. كان هذا آخر رقم في المعطيات الوبائية المتعلقة بمستجدات انتشار السارس كوف 2 في بلادنا، والسلام عليكم ورحمة الله.